تأمت اليوم الاثنين بالدار البيضاء فعاليات النسخة 11 من معرض السيارات أوتو إكسبو المنظم من طرف جمعية مستوردي السيارات بالمغرب. هاد المشاركة ديالنا غادي تكون من أحسن المشاركات حيت غادي العدد ديال السيارات والسيارات الجديدة اللي جبنا هاد المرة هادي أكثر من أي مرة قبل. هاد المرة عندنا في جاكوار جبنا جاكوار إي بيس سيارة 4x4 دفع رباعي جديدة صغيرة لأول مرة جات هنا في المغرب. لونسمون ديالها هو اليوم. ومن ناحية لاند روفر عندنا الفيلاغ اللي جا دي واحد 6 شهور وعندنا حتى الرانج روفر سبور وعندنا الرانج روفر كلاسيك فيس ليفت ديالهم. السلام عليكم. سي ان بليزير ان اونور بور نو ريبريزونتي نو براند بندان لوتو اكسبو دي كازابلانكا et partager donc nos produits avec la clientèle marocaine. Nous attendons pour cette édition plus de 300 000 visiteurs et ça nous permettra d'offrir le maximum de visibilité auprès du grand public pour toutes les nouveautés que nous allons représenter pendant l'Auto Expo 2018. هاد معرض السيارات عندنا همزه كبيره هنا لشركه اوبل في عدد الصفات، والصفه الاولى يعني عندنا الانطلاق ديال هاد العلاقه ما بين اوبل واوتوهول. هاد العلاقه مهمه لان اوبل عندها طموحات هنا في السوق المغربي، ونحن نعرفوا ان اوتوهول عندهم تغطيه في المغرب اكثر من 50 معارض هنا في المغرب، وحنا يعني سرنا ان الزبناء المغاربه اللي غادي يشتريوا سيارات اوبل غادي يلقاو لي بوين فونت هنايا كثار في المغرب اللي يقدروا منهم يشريوا السيارات ويقدروا يديروا لونخوتيان ديال السيارات ديالهم في المغرب. المعرض جمع كوكبة من الفاعلين في هذا المجال بغية تقديم رؤيتهم وإبراز دورهم سعيا نحو تطوير وتوزيع توزيع السيارات في المغرب.